أصدقائي المشاهدين والمستمعين، منحييكم عبر إذاعة صوت لبنان بحلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر. رح نحكي فيها عن تملك الأجانب وخصوصا النازحين السوريين الشقق، يعني خلافا لأي قانون يعني رح تستباح اليوم الأراضي والشقق السكنية من قبل الأجانب. شو بدون يهجروا لبنانية هيك الهيئة. أما الملف الآخر فهو عن الجريمة والخطف، اللي اليوم الأعداد عم تتزايد، عم ندق نقوص الخطر وخصوصا الخطف اللي صار امبارح، وعدا عن كمان الجرائم المتنقلة، السرقات اليوم اللي عم بتصير وخصوصا من قبل كمان السوريين اللي موجودين، لأنه مش قصة عنصرية أو شيء، قصة معلومات وإحصاءات موجودة بين إيدينا، يعني معظم من الجنسية السورية والنازحين اللي بعد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عم بتمولهم ليبقوا بلبنان. غيرها من العناوين رح نطرحها بحلقتنا اليوم. خلونا نستقبل رئيس حركة الأرض استاذ صلال دويهي. أهلا وسهلا فيك عبر إذاعة صوت لبنان. أهلا فيك. يعني دايما بترفع الصوت بموضوع تملك إن كان الأراضي أو الشقق، شو المستجدات اليوم خصوصا أنه في معلومات عن تملك شقق سكنية من قبل السوريين بلبنان تفوق الأعداد الكبيرة؟ أول شيء اللي حاصل اليوم هي الفوضى العقارية. صاير في فوضى بموضوع تملك الأجانب وخصوصا السوريين والفلسطينيين. بمعنى أنه عم بينعمل عقود بيع وتنازلات ووكالات غير قابلة للعزل لأشخاص هم أجانب، ينطبق عليهم قانون تملك الأجانب. هالشيء اللي عم بيصير خارج نطاق قانون تملك الأجانب. حتى اللي عم بيصير زيادة أنه هالتملك الصغير، يعني اللي لا يتجاوز تملك الأجانب إن كان خلال بيوت أو إن كان خلال قطع أرض صغيرة، صار بطريقة كتير عشوائية وكتير مشبوهة بشكل واسع كتير. من قبل مين؟ لأتملك أنا بدي ورقة من كاتب العدل. يعني اليوم إذا في الدوائر مقفلة كانت بجبل لبنان اليوم، يعني اللي صار، طب هيدي شو معناتها؟ معناتها أنه في عملية تملك مشبوهة عم بتصير تحت الطاولة؟ أكيد أكيد. أول شيء أقفال العقارية في جبل لبنان هو قرار سياسي مش قرار قضائي. نعم. اليوم بيتحججوا البعض انه في تحقيق، نتج عن هذا التحقيق انه لقيوا في فساد، في دعاوي مقدمة بعقارية جنوب، في بالبقاع وفي بالشمال. ليش بس صارت عندهم جدية وجدارة أكثر أنهم يروحوا يسكروا هالمرفق الكبير والحساس هو بمنطقة جبل لبنان؟ صرنا سنة وثمان شهور مسكر مقفل. سنة وثمان شهور تحقيق على شو؟ الناس اللي توقفت والناس اللي هربت والناس اللي كذا، بيقدروا يجيبوا ناس من وصفية الدولة يفصلون إن كان أساتذة سنويين أو أستاذ أو مين ما كان، بيقدروا يجيبوا مين يعني ما كان. يعني الدولة متواطئة أكيد 100%، في تواطؤ من الدولة أكيد 100%، في قرار سياسي بإقفال هيدي لتمرير أمور مشبوهة. ليش جبل لبنان؟ لا، لأنه جبل لبنان هو اللي بيضم المكون الأساسي اللي هو المسيحيين. هل الخطة لتهجير المسيحيين؟ خطة لتهجير المسيحيين، خطة لتغيير هوية لبنان، مش تهجير المسيحيين، خطة لتغيير هوية لبنان. بالنتيجة هوية الأرض، أقله هوية الأرض التي تمتد إلى هوية الأشخاص. يعني يستباح قانون تملك الأجانب، يستباح كل القوانين المرعية الإجراء، إن كان تملك أجانب أو كان تملك عادي. تملك عادي وقت اللي بيصير في تجاوز للأجنبي بأي قضاء 3%، معناتها صار مخالفة، عم يخالف الدستور. فمين عم بيعمل أحصى إذا داش استملكوا الأجانب؟ بعدين إذا كان كل الشراءات اللي عم بتصير بالست سنين الأخيرة أو السبع سنين الأخيرة هي مبنية على عقود بيع ممسوحة أو على وكالات أو على تنازلات، ما بتكون مسجلة بالعقارية الرسمية. نعم. رسميا، فمعناتها ما فيك تعملي أحصى دقيق تقدري تقولي النسبة. فالواقع اليوم نحن اللي بدنا نعالجه مع حضرتك ومع بصوت لبنان هو أنه هالفوضى الذي يسكت عنها كل الفرقاء السياسيين مسيحيين وغير مسيحيين. زرتهم، زرت وزير العدل، زرنا كل السياسيين، شو طلع من هالزيارة؟ ما طلع شيء.
لو طلع شيء كان بيطلع قرار. انا كل اللي طلبته من وزير العدل انه يعمل تعميم يوقف كتاب العدل عن اجراء عقود بيع ممسوحه ووكالات او وتنازلات لتملك اجانب بهاي الفتره، يعملها على سنه على سنتين تنشوف الله وين بده يحط البلد. نعم. ما بيقدر، ما بعرف ليش ما بيقدر. قال بدي احكي مع نقيب جاوبني، قال لي انا رح ودي ورا نقيب كتاب العدل. ايه؟ نقيب كتاب العدل سعادتك انت جبتي استضفتيه وكنت انا مشارك معك ووضحنا له شو فيني المخالفات اللي عم بيعملوها كتاب العدل. فالمشكله مش عم بحكي عن كل كتاب العدل، كل كتاب العدل اوادم، بس في كتاب عدل عم بيخالفوا القوانين. فالمشكله اليوم اذا وزاره العدل مانا سهراني على مصالح الناس، على الديموغرافيا، على ملكيه الارض، فمعناتها شو مزرعه للبيع. طيب شو المطلوب منه؟ كان تعميم بيوقف كتاب العدل عن اصدار عقود بيع ممسوحه. بيوقف عمليات البيع. إيه؟ بيوقف عمليات البيع. طيب ليه ما بدها الدوله اليوم انه توقف عمليات البيع خلافا يعني للقانون؟ انا ماني احد اطراف الدوله، بدي تسالي. لا بس انه في شيء كان خطه ممنهجه مبرمجه. هلا اليوم انا صار لي اسست حركه الارض وعم اشتغل فيها 11 سنه. نعم. بال 11 سنه إسا ما قدرنا إلا بمرة واحدة قدرنا نحقق نشي، وقت اللي قلنا أنه عم بينشر عقارات بشركات الأسهم اللي حامليه، هيدي وقتها قدرنا حققنا أنه لغيوها وصارت أسهم لإسمية. فواي ما بقى بتملك الأجانب وغير الأجانب بالاجتياحات اللي عم بتصير على أملاك الجمهورية اللبنانية، التعدي على أملاك الغير، التعدي على المشاعات، كلياته ما قدرنا نحقق شيء، لا من خلال الاجهزه الامنيه ولا من خلال القضاء، القضاء مأثر كثير وبنتيجتها القضاء هو مسؤول عن الشهيدين اللي راحوا ببشري. نعم. عن اللي صاروا وين ما كان، القضاء ما بقى عم بيحسم وضعه إلى في محلات، القضاء حاسم وضعه بس السلطه الامنيه ما عم تتصرف. هلا انا هذا الخبر قريته اليوم الصبح انه المخابرات بالجيش اللبناني مشكوره القت القبض على مجموعه من السوريين فيهم واحد مشترك بعمليه الخطف. هذا شيء بيعطينا بنور لنا طريقنا تنعرف الجريمه مين وراها. نعم. وكيف عم وبنور الطريق على انه لبنان مستباح من قبل. هلا هيدي نقطه استراتيجيه على كل القوى اللبنانيه الحريصه على لبنان تتضامن وتتعاضد مشان تلاقي حل لموضوع النزوح السوري في لبنان. هل تجرؤ الدولة اللبنانية على اتخاذ قرار بموضوع النزوح السوري في ظل الهبات المانحة اللي عم بتغذي وزارات وفئات لبنانية عم تدعم النازحين؟ تجرؤ الدولة لهلا يعني الدولة بتصرخ وما طلع بإيدها شيء، معقولة دولة ما بيطلع بإيدها شيء؟ أنا امبارح سمعت تصريح لوزير الشؤون الاجتماعية الدكتور حجار، قال في اخطر من هيك، قال انه في شيء اللي قاله بدل انه في مؤامره على لبنان من خلال الوجود السوري في لبنان. نعم. هذا الشيء قاله هو عن لسان مسؤول اوروبي بالاتحاد الاوروبي شو حكى، وقال انه خريطه المانيا وانجلترا وشيء من هالنوع، يعني عم بينقضوا الخريطه اللبنانيه اليوم، الواقع اللبناني الجغرافي الذي بيعتبروا انه فرنسا هي مساهمه برسم هالخريطه، هلا عم بيرجعوا للخريطه الالمانيه الانجليزيه. تصوري طيب ويننا نحن؟ وين البلديات؟ وين الاحزاب؟ هلا هي المسؤوليه، خلينا نبلش اول شيء من وين بتبلش؟ اول شيء من مجلس الوزراء. تنفيذ الأراضي بتنزل مجلس الوزراء، بتروح للأجهزة الأمنية لتنفيذها منها بالأساسي والأمن العام، تروحي على البلديات. البلدية هني عم بيخاخنوا على البلد بجزء كبير منه، لأنه وقت البلدية في بقلب الضيعة عندها أو هالبلد اللي عندها في 10,000 أو 15,000 سوري ساكنين بأطرافها وبداخلها، وهالبلدية مش منظمة وجودهم ولا عم بتجي تشوف إذا أوراقهم شرعية أو غير شرعية. نعم. لقاء أنه هالمستأجرين أو هالمأجرين أو هالقصص كلها عم تستفيد، والبلدية كمان عم تقبض رئيس البلدية أو ما أو النافذين بقلب البلدية تركين الأمور. مثلا بعرف أنا بلدات بلبنان عدد السوريين فيها أكثر من عدد سكانها. طيب وين البلديات؟ ما عليه يعني دائما بنقول ما عندنا احصاءات، لا عندنا داتا للنازحين، عندنا داتا للتملك، عندنا داتا للسوريين، ويمكن بحلقات سابقه عرضنا جزء منها
ولازم، واذا بدك نقدر نعرضها لحني موجودين معي بالسياره، بقدر اجيب لك اياها وشوف فيك الداتا. بس الداتا عندك مش عند الدوله اللبنانيه. بلا عند الدوله اللبنانيه. وين ما عم طالبها اللبنانية. من الامم المتحده. لا لا الدوله اللبنانيه مشكله مشكله، انه اليوم مدير الامن العام رشح رئيس الجمهوريه. نحن من سنه ال 43 من سنه ما انشئ لبنان من العشرينات لهلا كل ما بده يجي رئيس جمهوريه بيقدم ثاني زولات. هي الثاني زولات عم بتوصلنا الى اللي وصلنا اليه اليوم. نعم. حاجي بقى نلف وندور على موضوع دود الخال منه فيه. نحن كلبنانيين وخصوصا نحن الموارنة بمشان مصالحنا الشخصية على نتأمر على البلد، خلينا نحكي الأمور مثل ما هي بقى. شو هذا القصص اليوم؟ قائد الجيش مرشح على رئيس الجمهورية، مدير الأمن العام مرشح على رئيس الجمهورية، كيف بدك تعملي بقى تنفذي مشاريع قوانين تفيد البلد؟ بدك تقدمي تنازلات، عم بتقدموا عم بيقدموا تنازلات. نعم. لحي القصص موجودة عند الكل. الأمن العام عنده إحصاء وعنده إحصاء أكثر من دقيق، الجيش عنده إحصاء أكثر من دقيق، شو هالحكي هذا اللي عم تحكي؟ ليه عم بيطلعوا بالإعلام وبدهم يترجوا المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تعطيهم شو صلاحية يعني؟ المفوضية العليا؟ هالي مجموعة موظفين عم يتقاضوا بفريش دولار قاعدين مستفيدين بهذا الموضوع. نعم. الموضوع كمان هالي من الناس اللي ما يتآمروا على مصلحة لبنان العليا. في صلالة دويهي الدولية للمعلومات بتقول ما في خطر من النزوع على صعيد التملك، النازحين فقراء قاعدين بخيام، وحضرتك عم بتعلي الصوت. لا هلا هي دولية للمعلومات. اوكي معلومات. كل انسان بده يطلع الشيء اللي هو بحبه. نعم. انا بطلع الشيء اللي ما اللي بشوف. قال له كيف اولادك؟ قال له قبالك. انا وقت اللي ما يقول هو السوريين ما عم بيتملكوا، بلا عم بيتملكوا، هول النازحين عم بيتملكوا. اليوم اذا اشترى جل حقه 2000 دولار قادر هذا ما يقبض من الامم المتحده يجمع ال 2000 دولار ويروح يقعد فيه، وهيدا الجل بيقعد فيه اكثر من 200 شخص. اليوم لبقى يتفلسفوا يروحوا يشوفوا بعلبك الهرم ايش فيه، يروحوا يشوفوا بمحيط البقاع بالبقاع الشمالي والبقاع الغربي شو في كوارث على الارض، لا يتفلسفوا ولكن الوحده ينظر على الله تبعنا. بنعرف نحن الحقيقه وهن بيعرفوا الحقيقه بس هن بدهم يغلطوا عنا. الدوليه المعلومات، مع احترامي الاستاذ جواد عدرا اللي انا بحترمه وبجله، هذا المنطق اللي عم بيحكوا فيه مش منطق مزبوط. المنطق المزبوط روحوا ينزلوا على الارض يشوفوا الواقع كيف عم بيصير. بكل فيرمات الجاز مسكره صارت كلها سوريين، بيوت قديمه مسكره صارت كلها سوريين. وين البلديات هلا؟ هلا بنرجع للموضوع البلديات، بس لحد يجي قاعد ورا البيرو تبعه ويقعد يتفلسف على الله تبعنا. بيكفي نحن اللي نحن الواقع عندنا. انزلي انت بس يوم حد برمي بالضياع تتسالي عن بيت ما بتقدري تلاقي الا سوريين بالضياع. خلصت بقى عند الدوله وين قاعدين كل العلم؟ كلنا قاعدين بالخيام؟ لا مش كلنا قاعدين بالخيام، كلنا منتشرين بقلب الضياع وقاعدين ببيوت ومستاجرين بيوت وقاعدين ببيوت وشارين بيوت. خلصنا بقى. بعدين غير انه النازحين الرجال الاعمال السوريين والمقتدرين السوريين عم بيتركوا سوريا عم بينقلوا بزنس. اليوم عندنا السوريين منظومه اقتصاديه داخل لبنان. حش بقى حدا يتفلسف على تبعنا كل واحد يطلع بينظر. ما عليه، بس ليش حكومات المتتاليه اليوم ما اخذت ما في عندك أي حكومات؟ ما في عندك حكومات لمصلحة لبنان ولا ما في عندك حكومات بلبنان؟ ما في حكومات. في حكومات تفرض عليك رسائم ورسوم وضرائب على الاوادم بس مش على غير الاوادم. الناس اللي هن مؤمنين بدولة لبنان وبنظام القانوني هن اللي بيدفعوا ضريبة، الباقي ما بقى عصر ميت ومسألين. الطابي بملعب من؟ طلع وزير الشؤون وصرخ. طابي بملعب من؟ اليوم في دولة عميقة، شو بدنا نحن أنا وياكي بنعرف إنه في دولة عميقة هي مش منا ظاهرة بس هي اللي بتدير اللعبة كلياتها. وين وزير؟ ما بيحضر مجلس وزراء وما حدا ما عم بيقدموا له شيء تقدروا يساعدوه. في اللي هن بيتجاوب معهم بيشتغل بالدولة، ما بيتجاوب معهم شو ما كان قد ما يكون مركزه عالي ما بيقدر يغير فاصلي بأي قرار. طيب اليوم عم نحكي اليوم أنا ملامتي كمان في عنا نحن أحزاب ذو طابع مسيحي وعم بتكون بالمعارضة، تروحوا يتضامنوا مع بعضهم ويرجعوا يعملوا تكتل قوي وينزلوا على الأرض. بلد إذا ما بده يضل هيك واقف لا يسكر البلد، نفوت بي اللي بدك اياه، نفوت باي مشكل اللي بدك اياه مشان نقدر نحن نحقق لاولادنا مستقبل زاهر بهالبلد. هذا الوجود اليوم اللي عم بيصير ملهيين بالسهر وبشم الهواء وبالكزدر وبالغدوات والعشوات وتاركين كلنا هلا مسلطين كسياسي على رئيس الجمهوري. ما في رئيس جمهوري، القرار السياسي ما في رئيس جمهوري. لهالبلد كله عم بيدوب، ما حيصير الوجود المسيحي في لبنان بس للعجزه.
من هون ل 20 سنه بدهم ينتبهوا على هذا القرار. وين رايحين نحن؟ وين رايحين؟ اليوم عندك 2,200,000 سوري بالبلد، حاجه بيجوا كل واحد بيقعد بيتفلسف على الله تبعنا وبيصير ينظر بالانسانيه. اي انسانيه عم بيحكوا؟ اليوم سجن رومي نصه سوريين، شو عم بيتفلسفوا ويحكوا؟ من هذا قديش في مذكرات توقيف؟ ليش ما بيودوهم لسوريا؟ بلغات بحث وتحري، عارفين؟ منو اللي حضرته يجي يشرف يشرح لي بس انه ما عم بيشوف الطريق الشحادين اللي عم بيسرقوا، اللي عم بيفوتوا على بيوت الناس، اللي عم بيقتلوا العالم ببيوتها، ما عم بيشوفوهم، عم بيشوفوا الشق الانساني لوقت بيقتلوا رجال عمره 70 سنه وقاعد على شاز رولان بيقتلوه، هذا منه عمل ضد الانسانيه؟ طيب ليش مش عم تلاقي دعوات سيد بكركي تجاوب من المسيحيين؟ ما هن عم بيبيعوا، لانه دعوات سيد يعني بكركي يعني هدول الخل منك وفيك تقول يا ست. دعوات سيد بكركي لا تتجاوز الوعظات، بده يعمل اليه البترك لا الموقف تبعه الحياد تبعه طرح الحياد وما يطرح كل الامور كلها منيحه، بده يعمل لها اليه تنفيذيه على الارض. ما بيصير حكي بالهواء، كلنا عم نحكي نحن بنعمل اليه وعم يتحدونا كل يوم بالاعلام وبغير الاعلام. مشروع توطين السوريين من خلال التملك يعود من الباب الدولي، الارض لكم ولهم. بدك تزعل المجتمع الدولي؟ بزعل المجتمعين الدولي. شوف بالاخر انا مع مين بدي اعيش؟ انا بدي اعيش بارضي وبلدي. ليش 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 بدي ازعلهم؟ ما هني هول المجتمع الدولي بيحكوا بالديمقراطيه، بيحكوا بالقانون، ليش برا هني بيعملوا اللي عم بيصير عنا هون؟ هلا جاي رئيس جمهوريه قبرص على لبنان مشان شو؟ انه ما لازم القوارب الشرعيه قوارب يعني تروح لهونيك لعندهم. نحن هسه كمان مطلوب منا بعد كل التخمي اللي عنا من النازحين انه بدنا نمنع كمان القوارب تروح لعندهم؟ ليش نحن بنملك البحر؟ على هذا شوي يعني صار ما بقى في الا الخاسر الرخوي بالكره الارضيه هو لبنان، كل المصايب الكره الارضيه بدنا نحطها بلبنان. شو عم بيصير ببرج حمود؟ هل يحل السوريون محل الارمن؟ هاي فضيحه. اكيد انا رحت زرت امين عام حزب الطشناق وحطيته بالجو، هو كمان كان بالجو الزلمه. بس اليوم اذا كان كمان بيطلع لك هلا على بكره تصريح من البلديه انه لا ما في هذا الأرض. انا احد المخاطير قال لي بين ال 15 و 20 الف، وانا قلت له للاستاذ اكوب اللي هو صديق لي وانا بحبه كثير، قلت له مثل ما انا رايح الامور على بكره ما بيضل في ارمن. نعم. لانه وقت اللي بتشيلي انت الارمن من محيط الضيق وبيصيروا ينتشروا بكل الاراضي اللبنانيه، ما في كل محل كنيسه ارمن اللي في مدرسه ارمن. مع الايام هذا الجيل الجديد اللي بيطلع بيحكي لبناني وبيصير لبناني اكثر ما بيعد عنده التراث الارمني. على هذا كل شيء اليوم عم بينعمل ضد مصلحه المكونات الاساسيه بالبلد اللي هي منتجه لهذا البلد. بيجيبوا لي سوريين هون وهون وهون، ما بقى تلاقي بقى حدا الا بكل، اذا وقع جريمه فيها سوريين، اذا وقع حيد السير في سوريين، اذا وقع سرقه في سوريين. طيب معقول بقى انه ايش عم بيعملوا هالاجهزه الامنيه بسحبيات الله؟ بس انه بيتمرجلوا على اثنين، اذا اثنين لبنانيين تشارعوا بعضهم بيجي ثلاث ارباع الجيش على انه كتر خيرهم. بس انه يا اخي انه ولو ما نكون شايفين الواقع وين عم بيصير. ارقام تليفونات صوت لبنان بتصرفكم 01-325-555 الخلوي 76-611-003-005 واتساب كول 76-611-001. طيب ارضي مش للبيع بهالشعار ما غيبته الحاجه الماديه والهجره واحتيال السمسارات اليوم اللي عم هلا الواقع انه الحاله الاقتصاديه طيب اثرت بس الحاله الاقتصاديه على المسيحيين؟ نعم. بس يعني ما حدا ضايع بالبلد اقتصاديا غير مسيحيين؟ طيب ما بيبيعوا المسيحيين عم بيبيعوا. طيب ليش المسيحيين؟ لانه انتبهي لانه بلشوا المسيحيين يشيل خف الانتماء الى الارض والى لبنان، بلشوا يعلموا اولادهم ويسافرون لبرا. انا اليوم انا عندي صبي وحيد لحو برا، كل ما بدي اشوفه بدي يروح لعنده لبرا. انا عم بكبر وابني قاعد بعيد عن لبنان، لانه انا ما فيني شجعه وجيبه على لبنان وقت اللي بده يكون بلد دب الفوضى بهذا الشكل. بس انا ما بعت ارض مشان تعلم ابني، ليه بعت ارض مشان تسفره؟ المشكله انه بده قرر مستقبله راح يشتغل برا. اليوم البلد ما في مسؤولين عنه هن الاحزاب السياسيه واللي هن اليوم بمجلس النواب. ليش بنعمل تقاطع مشان معركه الرئيس الجمهوري؟ ما بنعرف نعمل تقاطع تنوقف عمليه النزف اللي نحن عايشين فيها ببيع الاراضي.
اتصالات ورا بعضهم وبسرعه. مين معي؟ الو الو صباح الخير. تفضل بتعلي صوتك شوي. صباح الخير. تفضل. اهلا عليك ولا الضيف اللي عندك الكريم. انا بشد على ايدك وايده مليون بالمية. نزلوا على برج حمود وبرموا على كل محل بمحله. 99% سوريين اصحابه مشغلينه ورأس الاموال فيه. 99% انا ساكن برج حمود. نعم. نزلي على طريق جديدة، مش بس برج حمود، نزلي على طريق جديدة، صبرا ودنا وطريق جديدة كلياتها. كذلك الامر، لبنان سيطر على سوريين. انا شوفير تاكسي مستأجر سيارة. بيجي صاحب السيارة بيجي عنده سيارات كتير. بيجي سوري بيعطيه 200 دولار اجي السيارة، هلا بشلحني السيارة بياخذها. نعم. ما حدا عم بيقول ليش وكيف ووين. دولة هي بحالة ترهل إلى درجة تآمرية. شكرا لك. اتصال آخر. مين معي؟ ألو صباح الخير مدام نوال، إلي كل ضيفي. أهلا. بالنسبة للموضوع اللي عم تحكوا فيه حضرتكم، في شغلة إنه نحن عارفين إنه ما في دولة، نحن بدنا نتعاطى مع النتائج. يعني الأسباب حرب سوريا، النتائج صار في وجود سوري عنا. بالنسبة لتحميل البلديات عبء السوريين، البلديات ممكن تطلع تعميم أي بيت بدهم يأجروه ضمن الإطار البلدي، الشخص اللي بده يستأجر يكون عامل إقامة، هي رقم واحد. يعمل إقامة هو مقيم بلبنان، يدفع الرسوم وهو مقيم شرعي، هي رقم واحد. رقم اثنين، اليد العاملة، أنا خي كان عنده ثلاث عمال كان عامل له الإقامات. لما ظهر الشغل بعد أزمة الألفين لأزمة الدولار مشيون، قالوا له نحن ندفع الرسوم تبول الإقامات بس خلينا. قالوا لا أنا ما بخليكم ولا تكي، لغالوا الإقاماتهم والله معكم روحوا اشتغلوا وين ما بدكم، أنا مالي علي. يعني ما حدا عم يتحرك من هالسلطة المحلية والحكومة بهالموضوع. شكرا لك. كمان في اتصال. مين معي؟ بونجور. ألو بونجور. تفضل. كيف أحوالكم؟ الحمد لله. أول شيء نحن حق علينا إذا نحن نقوم على اللين ونتعبهم. وشو بتشوف أنت بالبرج البراجلي معامل الخياطة، لك بيشتروا من بعضهم ما بيشتروا من اللبناني، لك في صيدليات أدوا سوريين بيروحوا ماخذ دين حتى يشتروا، حتى العمال عمال سوريين. نعم شكرا. واحد بيشتري صباط أكثر من سنة عم يشتروا، اللبناني ما عم يشتري. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. هيدا الواقع على الأرض أستاذ صلال، وأنت بتعرفه وأنت عم تحكي عنه وأنت عم بتدق ناقوس الخطر باستمرار. وماذا بعد؟ بس ما حدا عم بيسمع. عم بيسمعه بس اليوم أي عمل إذا ما بيصير فيه سلبية ما فيك توصلي له. واليوم نحن مثل ما انك شايف الوضع بلبنان، يعني على أساس ونقطة مثل ما بيقولوا عنا بالضيع. إذا اليوم خدي مثلا خطف باسكال سليمين المنسق القوات بجبال، هذا الرجل أول شيء كان بسيارته وحده. نعم. يعني منه صاحب بابازات ومرافقة وإلى آخره، يعني لا، لأنه هو ضميره مرتاح. اللي بيمشي وحده بالسيارة وبيروح وبيجي وحده بيكون ضميره مرتاح، ما أنه آزي حدا، ما أنه داعس على نملة. انخطف وإن شاء الله بتطلع القصة سليمة، وإن شاء الله المخابرات الجيش بتعطي نتيجة وبتقدر تكشف اللي هن نفذوا هذا الجرم. المشكلة اللي عندك إنه اليوم بوزارة العمل، خلي قلي وزير العمل، لا 3000 سوري مسجلين بطريقة شرعية اخذين إجازات عمل. 3000 يا عالم، يا 3000 ولو وين منين البقايا اللي ما يشتغلوا؟ في شيء مؤسسي بلبنان؟ في شيء دكاني بلبنان ما فيها سوري عم بيشتغل فيها؟ وين؟ بس كمان نحن كمان اكيد انا ما قلت نحن لهالسبب. انا ما ادري الاحزاب اللبنانيه تقوم تتحمل مسؤوليتها بهذا المجال. نمره واحد، نمره اثنين، بلديات اكبر مسؤوليه على البلديات. صايره البلديه تواجهها غدوات وعشوات لا اكثر ولا اقل. الاف التعديات بالجنوب والبقاع والمختار قاضي عقاري، كيف عم تصير القصه؟ ايه هذا وقت اللي عندك انت عقارات بالبلد هي اساها تحت نظام علم وخبر بيعطيها المختار. نعم تفضل. عندك انت اليوم هيدي خريطه لحي معي هون جايب لك اياها تشوفيها ويشوفها المواطنين من خلال صوت لبنان. نص لبنان اذا ما اكثر من نص كمان بعده مش ممسوح. نعم. يعني اليوم كل الأرض غير ممسوحة معناتها المختار هو القاضي العقاري عليها.
بيقدر يحددلك، بيقدر يملكك كمان علي بالمخاتير يعني. وهي أهلين ما بيعرف يكتب اسمه بيملكك، ما بيجيب بيجيبوا مخاتير على شكل على شكل طراز الموضة اللي فينا نعمم. أكيد لا، هلا فينا نعمم، أكيد ما فينا نعمم في البلد، يمكن ما بعرف قديش عدد المخاطير، بس إنه اليوم الكوارث اللي عم بتصير بسبب العلم والخبر. أنت اليوم عندك أراضي بيقول لك أنا هيدي هالجبل لألي، قديش مساحته؟ مليونين. ممكن إذا عملتي له مساحة يمكن يصير أكثر مليونين، ممكن يصير نص مليون. ما بدك تشوفي أنت، ما كل واحد بالأراضي الغير مكيلة، في عندك أراضي إسا مش مكيلة. نعم. في عندك أراضي غير ممسوحة، في عندك من في عندك منو معملها تحديد وتحرير، في ما عندك أراضي علم وخبر، يعني عمليا في مشكلة. وهي خريطة لبنان بتدل كل شيء لون أخضر هيدي علم وخبر، كل شيء أزرق هذا إسا مش مكيل من ما عمله كان. يعني عمليا أنت اليوم وفي عندك هذا اللون بنفسجي هيدي موضع خلاف، يعني هيدي إسا في عليها خلاف منو معروف من كي تلامين. فهذه كلها هذه من وقت النشوء لبنان لهلا، ولو الدول والحكومات المتتالية كل شيء جابوا جهابزة على وزارة العدل وعلى وزارة المالية، ما قدروا ينظموا إداريا البلد. في بلد اسا بالعالم، أنا رحت من شي 7 سنين على إيطاليا، حضرت مؤتمر لتيرا اسمه، وقت اللي طرحت أنا الموضوع تفاجأوا الكل، كل المندوبين كانوا موجودين تفاجأوا، اسا في دولة أرضها مش ممسوحة بلبنان. ايه لبنان بس لانه ملهيين بشو؟ ملهيين بتقى الحنك وبالسياسه الفولكلوريه، المهرجان التكاذب كله على بعضه بعض، دوبوا البلد، دوبوه اخلاقيا وتربويا وثقافيا، دوبوه. ما بقى فيك اليوم بشو بدك تحكي، اي مجال بدك تحكي بالفساد قولي لي بس اي محل تنحكي فيه. ما طلع في فساد الا بجبل لبنان. تقدم الدعوة أهلين، وإذا تقدم الدعوة بتسكروا العقارية سنة وثمان شهور، كيفها بأي حق تسكرت مرفق أساسي للدولة؟ بتخسر الدولة كل سنة فيه 120 مليون دولار، كيف بتسكروا؟ ما طلع فيه فساد إلا بالنفع اللي هي بالدكوانة، غير محلات ما في فساد. روحي تشوفي عنا بالشمال بمجلية مجموعة زعران قاعدين ما بيخلوا حدا بيدفع خوي لكل، واخدين محلات وبيقولوا إذا بدك توقف سيارتك هون بدك تدفع. يعني في قصة مبرمجة هاتفة إلى في أب ضباط على الطريقة اللبنانية، في أب ضباط لمجموعات وفي نظام على مجموعات، واضحة صارت القصة. بس في إلى هدف الأب ضباط أكيد 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 أكيد، لأنه نحن اليوم عم نعيش بظل لا دولة نقطة على السطر، وكله هدام ونقطة على السطر. على كل حال رح نتابع معك المستجدات بموضوع بيع الأراضي. أستاذ طلال دويهي رئيس حركة الأرض، مش بس بيع، في وضعيات كمان، في تعديات، ما المشاعات إذا مشاعات موجودة، ما في جمهورية لبنانية 5800 تعدي على أملاك الجمهورية اللبنانية بين جنوب والبقعة، وتعال عمر حيط ببيتك، لا تعملي أزاز على البلكون تسكري بيجوا كلهم. شكرا لك استاذ طلال دويهي، رح نتابع ملف بيع الاراضي لانه عن جد نحن عم نتابع وجود لبنان او عدم وجوده على الخريطه، مش هيك؟ بكل بساطه بنصفي هون. رح نتابع معك ان شاء الله بحلقات مقبله. اهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان، لقونا لنحكي عن الجريمه المتفشيه بلبنان، كيف بدنا نعيش يعني. فاصل ونتابع. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، منتابع نحن وياكم نقطة على السطر عبر إذاعة صوت لبنان لنحكي عن الجريمة والخطف والأعمال المشينة والسرقات المتفشية اللي عم بتصير بلبنان. تفلت أمني باختصار، كيف بدنا نحمي حالنا؟ وين القوى الأمنية يعني اليوم المولجة بحماية المواطنين؟ هل يجوز أنه يخطف يعني مواطن مسالم رايح على الطريق؟ وشو بيطلعوا كمان يعني غير لبنانيين هن خاطفينه؟ النزوح يشكل صار خطر كبير على اللبنانيين، وهيدا الموضوع رح نعالجه اليوم ضمن سياق برنامج نقطة على السطر. أهلا وسهلا فيك ضيفنا المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي عبر صوت لبنان.
يعني عادت الجريمة إلى الواجهة الاجتماعية وظاهرة خطيرة تثير مخاوف الناس، واللي صار امبارح أكبر برهان. وجريمة الأشرفية كمان راح ضحيتها مواطن لبناني مسالم قاعد ببيته، عم بيفوتوا على البيوت بينكلوا بالناس، بيسرقوا، بيقتلوا على الطرقات. نحن بأي غابة عايشين؟ أنا بس بدي ألفت نظر الكل. يعني حارتك ست نوال عم بتقولي على قصة إنه غير لبنانيين، خلينا نقول نسمي بس كان في موجود جرائم ويعملوها غير لبنانيين، يعني لبنانيين وغير لبنانيين. خلينا نقول إنه اليوم بدنا الدولة اللبنانية اليوم تسلط الضوء على الجرائم السورية ليعرفوا اللبنانيين هني بأي خطر عايشين. يعني وقت يطلع اليوم المسؤول اللبناني بدي يقول هذه الجريمة عملها السوري، شو معناتها؟ معناتها بنيجي نقول انه اليوم 90% مثل ما قال وزير الداخلية اليوم الجرائم المعمول اليوم في لبنان جرائم سورية. طيب يخي وين رايحين؟ نحن اليوم عم بتحكي اليوم مش بغابة، اكتر من غابة صرنا نحن، عدا انه نحن باحتلال ديموغرافي صرنا نحن بخطر امني كامل وشامل من النزوح السوري. وبالتالي ايه بس يعني البعض عم بيقول انه الجريمة هي عمل فردي بتحمل مسؤوليتها الشخص المنفذ ومش النازحين كلهم. طيب كتير منيح، بس أنا بدي أقول له بيقول هيك، بدي أقول له إنه إذا 90% من الجرائم اليوم سورية شو معناتها؟ يعني اليوم يعني في أغلبية اليوم من الجرائم، هي مش أغلبية، أغلبية الساحة اليوم من الجرائم اليوم في لبنان، عم نحكي بكل الجرائم، عم تحكي بالإرهاب، عم تحكي بالسرقة، عم تحكي بالدعارة، عم تحكي بالمخدرات، عم تحكي بالتزوير، عم تحكي بالمواد الفاسدة والأكل الفاسد، وعم تحكي بإثارة النعرات الطائفية، وعم تحكي أكثر من هيك كلهم سوا. امبارح شفنا إنه حتى فاتوا بالعمالة النازحين السوريين، شفنا إنه تناقص صار النازحين السوريين تم استعمالهم بزرع عبوات، بزرع عبوات لل شو اسمه بكرمال مسؤول فلسطيني. فعمليا نحن طب وين واقعين نحن؟ طب معقول يعني في خزان كبير اسمه النزوح السوري، موارد بشرية في عم بيستعملوها كل العصابات اليوم. يوم أنا إذا بدي أعمل عصابة اليوم أنا كلبناني فيني أجيب 50 و60 سوري اليوم بستعملهم. طيب الأسلحة اليوم ما فيني أجيب لبنانية وبستعمله؟ لا ما فيك تجيب لبنانية فقراء. لا 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 معوزين. لا 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 المشكل وين؟ وين بلش المشكل؟ المشكل مبلش إنه اليوم أنا كسوري اليوم بحس حالي متحرر ومتفلت من القانون. ليش؟ أول شيء إنه أول شيء فات بطريقة غير شرعية. طيب تاني شيء الدولة ما بتعرف مين أنا، يعني أنا الدولة أنا اليوم مجهول. الدولة فيها تلقطك. إيه بس بس أنا بالنسبة للدولة أنا فيها شخص. توقفك فيها تزجرك فيها. إيه بس أي دولة بدها توقف وقت اليوم السجون اليوم صارت 250 مقتصة زيادة عن هذا، أي مغفر اليوم جبت لي له اليوم لازم يرحل. يعني بأي دولة بالعالم يصير في مشاكل يرحل؟ سلم تمك. هذا السؤال يا ريت بينسأل لوزير العدل، يا ريت بينسأل لرئيس الحكومة. طيب اليوم في اتفاقيات نحن والحكومة السورية، اتفاقية بالترحيل المرتكبي الجرائم، ليش ما عم بتتم؟ في تواطؤ على ما يبدو يعني من السياسيين تجاه موضوع النزوح السوري. بس أنا خليني بس ناقشك لأنه ما بدنا نكون عنصريين هالقد. عمين قال أنه رغم مرور أكثر من 10 سنوات على اللجوء السوري ما شفنا أحداث أمنية بالمخيمات بل أحداث فردية عم يستغلها بعض الأطراف السياسية كمان. يعني هي أحداث فردية منا أحداث جماعية على صعيد النازحين كلهم. اللي جاوبني على سؤالي المشكل انه نحن ما عم نشوف احداث بقلب المخيمات لانه نحن ما عنا فصائل بعد. يعني عنا معارضة داخل المخيمات، في معارضة بس عم بكون كل المخيم معارضة، وفي عنا مولات وعم بكون كل المخيم مولات، ولكن مش هون المشكل. المشكل انه اليوم وقت هذه المخيم هي عم بتصدر الارهاب وتصدر العصابات وتصدر السرقات. بمعنى اخر قد ايه كم مره الجيش فات على مخيمات ولا اسلاح؟ ومش سلاح عادي، سلاح تقيل وسلاح بيستخدم لقتال على الجبهات، مش انه سلاح انه عم نحكي بسلاح انه ما كنا بنحكي ببروده او فرد. لا وتروح للازايف، بتروح للبسفنات، بتروح لمسائل متوسطه. يعني شو نحن يعني فاتحين جبهات؟ طيب ليش نحن ما بنلاقي هالتحريض على بقيه اللي لاجئين الى لبنان العراقيين؟ طيب بالارقام سلمت امك، بالارقام ما خلينا نحكي بالارقام. كل الاجانب بشكله، كل الاجانب في لبنان اليوم ان كان بتحكي ان كان عراقيين او غير عراقيين، أجانب مصريين، الأجانب الموجودين في لبنان بشكل 10% من الجرائم، وقت 90% بتشكلها
بشكلها من النزوح السوري، وبالتالي احنا عندنا مشكل اساسي. يعني هذا المشكل الاساسي اليوم بدنا نشوف كيف بدنا نعالجه. الحضور السوري منه جديد، كان عندنا مليون سوري سنه 2011 اشتغلوا بمختلف المهن بقبول ورضا الشعب اللبناني، ونحن مستعدين كمان نستقبل اليوم هذا مش نزوح، كان اللي كنا عم نستقبله عم تستقبله مثل بيقولوا بنقوع الطبليه. اليوم انا بدي معلم، بدي اخذ معلم بلاط، بيجي معلم بلاط بيكون عائلته بسوريا، بيجي جاي تيشتغل هون. وبالتالي نحن مشان هيك نحن ما فينا نعمم مساله انه كل السوريين، لا، بس نحن عم نحكي على مجموعات معينه. طيب نحن اذا بدنا نيجي نصنف مساله النزوح السوري اليوم في لبنان، النزوح السوري اليوم في لبنان نزوح اقتصادي، وهيدا باعتراف الكل، ان كان من الحكومه اللبنانيه ولا من المنظمات الدوليه. وتنيجي بنقول انه نزوح اقتصادي شو معناتها؟ يعني نزوح اقتصادي يعني شيء له خص لواحد يرضى يجي بهيدي البيئه يعيش تحت الخيمه، يعني بده يكون فقير، بده يكون وضعه تعبان. وتكون فقير وين بيكون اكثريه الاجرام بالعالم؟ ببيئه الفقر، ما بتكون بالبيئه المرتاحه. وبالتالي احنا بدنا يعني عم نتعاطى مع مسألة لبنان مثل كأنه قضاء وقدر، لا، ما بجوز يستمر هذا الوضع. نعم. طيب اليوم طلبت الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وصارمة لمواجهة العمل الإجرامي المتزايد، تحقيق الأمن والسلامة للمواطنين، يعني بده مين إلا للدولة؟ ما هي أقل واجباتها، يعني من طالب الدولة نحن ما نطالبها، ما هي واجباتها، هي تفرض الأمن وتكون مسيطرة على كل حبة تراب من هالوطن. صح. مش صح. يعني نحن بدنا نطلب منها ولا هي واجباتها؟ بس إذا كان عندك ليش الدولة متواطئة؟ إذا كان عندك دولة بس مالي الدولة عم بتدفعك، دايما بتدفعك رسوم وضرائب، فيك ما تدفع كهرباء بيقطعوا لك، فيك ما تدفع مي بيقطعوا لك المي، فيك ما تدفع عظيم. عندك دولة، عندك دولة. طيب عشي ممتاز ممتاز ممتاز. بدي احكي، انا بدي اخذها حتى ما نحكي بالاجتماع، حنحكي بقضايا النزوح السوري. نعم. طيب وقت الدولة اليوم بتدفع اللبناني، اليوم بتدفع اللبناني كل هذه القضايا، طيب هلا عم بتدفع السوري اليوم؟ السوري ما بيدفع كهرباء، السوري ما بيدفع للبنية التحتية. بخطة الكهرباء ملاحظين المخيمات السوري. لا لا لا، ما في خطة، ما في شيء، ما لليوم يعني ما في. لا طلع لا لا لا، ما كذبوا لوزير الطاقة. لا لا، بقول وزير الطاقة النازحين بدهم يدفعوا، اللاجئين بدهم يدفعوا لك بعد ما بلش. بدهم يدفعوا، يعني حتى التكاليف اللي كانت رايحين 900 على 900 عداد، وقت انت اليوم عم تحكي ب 13 او 14000 مخيم، ما عم نحكي بالتكاليف، بدهم يدفعوا. طيب انا لقلك بس خلينا نحكي ايه، وهيدي كثير مهم اليوم. عم تقولي لي على الدوله، اي دوله اليوم؟ الدوله بس الدوله اللبنانيه اليوم موجوده على اللبناني الادمي بين هلنان، بس اليوم الدوله اللبنانيه على 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 شو اسمه، على على نزوح السوري. تقلك شو بياخذوا من النزح السوري؟ 300000 ليره كل السنه اقامه. 300000 ليره شو معناتها؟ بياخذوا من اللبناني، حيلا لبنان اليوم بالحد الادنى بياخذوا منه الدوله تقريبا ضريبه شي 1000 دولار، عم بياخذوا $3 من السوري. هلا بجديد من بعد الموازنه، بعد ما غيروا شيء. لك يا عمي ما عم تقولي متواطئه، نحن عن جد عايشين ضمن حكومه متواطئه، ضمن مسؤولين مرتشين. خلي العالم كله تعرف، كل مسؤول عم بينام على هذه المؤامرة الدولية اللي عم تصير هو مرتشي، والكل يعرف انه وقت يكون في اليوم اي مشروع اليوم اممي عم بيجي على لبنان، اذا كان ب 100 مليون، في 20 مليون دولار رشوه رسميه عم تنعطى للمسؤولين تيناموا على هذه القصه كلها سوا. على الخط مباشره رئيس شعبة العلاقات العامه بمديريه قوى الامن الداخلي العميد جوزيف مسلم، اهلا وسهلا فيك. ايه هلا. نحن عم نحكي عن جريمة متفشية، بنعرف إحصاءات القوى الأمنية، عندكم إحصاءات، هل الجريمة زادت 100% مثل ما عم بتقول الإحصاءات، يعني مقارنة بالأشهر الأولى من العام الماضي، أم شو الحقيقة؟ لا يعني نحن حسب الإحصاءات، يعني مش تكهنات، نحن في عنا أرقام نعم. تبعاً للمحاضر يلي منقوم فيها، وتبعاً للإنجازات يلي كل يوم يعني عم نقدمها وعم ينجح فيها بلبنان. وبالتالي اذا بنشوف المقارنه اكيد في بدك تصنيها، يعني ما قبل الازمه الاقتصاديه وبعد الازمه الاقتصاديه، ما قبل الازمه الاقتصاديه يعني الجريمه كانت ارقام، بعد الازمه ارتفعت بال 2019 و2020 ورجعت، بدانا يعني كاداره هيدي الازمه بدانا باعاده تخفيض الجريمه، يعني بدات يعني تدلنا الارقام ونجحنا بضبط
الجريمة من خلال التوقيفات اليومية للمؤنثية وملاحقة العصابات ورؤوس العصابات يلي عم بيهددوا أمن اللبنانيين. وبالتالي إذا بنشوف مقارنة مثلا بين 22 و 23 مقارنات، مثلا سرقة السيارة إذا بنشوفها تراجعت 4.65%، سلب السيارات 34%، القتل مراجع 10%، النشل 37%، السرقة الموصوفة، السرقات يعني بشكل عام يعني منازل وغيرها، أسلاك وهالقصص 33%، سلب الأشخاص 3%. وبالتالي إذا بنشوف في تراجع تقريبا على معظم، يعني إذا بنشوف الجرائم الأساسية في تراجع كبير فيها. إذا بنكفي ما بين 3 أشهر 23 و24 كمان استمرت الانخفاض، إذا بنشوف السرقة نازلة 15% نازلة، بينما إذا بنشوف كانت نازلة السرقة الموصوفة 33%، هون بعدها نازلة بس عم نحكي 15%. سرقة السيارة صارت أكثر، يعني كانت 4%، نجحنا بضبط معظم العصابات يلي عم تسرق السيارات، ونتيجة التوعية المؤفية خاصة دائما بنركز على السيارات يتركب لهم موبيلايزر، جهاز لضبط السيارة ما بتدور إلا بمفتاحها، خاصة الهيونداي والكيا، أي سيارة بنحس إنه قابل للسرقة ممكن لازم نحط لها هيدا، وهذا الشيء ساعدنا في هذه العملية. النشل نازل 24%، ضمن السرقة يلي قلت لك عنها نازلة 15%، في عندك الدراجات النارية في ارتفاع فيها وصلت. يعني نحن عم نحكي عن اللبنانيين أو عن السوريين كمان؟ لا بشكل عام، نحن عم نحكي بشكل عام. بس ليش عند اللبنانية حضرة العميد؟ نعم، يعني هلا صورة عند اللبنانيين السرقات متفشية، الجرائم عم تكتر. بس نحن هيدا الإعلام العالم يعني أكيد متفاهم الوضع بشكل عام، نتيجة الوضع الاقتصادي، النزوح الكبير بالبلد، الفراغ برئيس الجمهورية وغيرها من الإدارات، بس الأمن عم يشتغل أكيد في يعني صعوبات عم نواجهها، ولكن عم ننجح نتيجة وضعنا كمان، حتى نحن مأثرين بالوضع الاقتصادي، بس ولكن ما عندنا خيار إلا نواجه، ما عندنا خيار إلا نوقف حد أهلنا. وبالتالي عم نشوف نحن لأنه صحيح عندنا حرفية كتير عالية، يعني في التدريبات يلي تلقيناها خلال السنوات الماضية والانضباطية والصرامة والمكافحة والملاحة يلي عملوا فيها، نجحنا بضبط هالأمور. بس ليش عم ينقال الترهب بالأجهزة الأمنية، عدم تقاضيهم الرواتب الكافية، عم بيصير في ترهل؟ هل ماذا صحة كالكلام؟ قلت لك في صعوبة، ما في شك يعني الوضع صعب، ولكن قلت لك انه رغمه وانه العنصر عم بيكون متطوع وراتبه قليل وعنده مشاكله الاجتماعية، ولكن ما في عنده الا ما يواجه ما يقف مع اهله بهالوضع، لانه بالنهاية ما في غير الاجهزة الامنية يعني كقوة من داخله. عميد صباح الخير. عميد يا هلا، مروان خولي معك، كيف صحتك؟ مشتاق لك. الحمد لله، طول عمرك يا عميد. بس حتى نقدر نحدد، نحن بنعرف جهد وجهود القوى الأمنية، ولكن بدنا نحدد، بس عم نحكي اليوم بمسألة ارتفاع جرائم من النزوح السوري، مرتكبين هن من النزوح السوري. حقيقة أنا كنت عم بقرأ تقرير لوزير الداخلية بيقول 90% من اليوم من الجرائم المرتكبة هن من السوريين، وهذا انعرض كمان مجلس وزراء. فنحن بدنا نركز، بس ليش انتو اليوم كقوة امنية ليش ما بتطلع تقولوا للناس انه اللي خي اليوم او تصير فيه جرائم اليوم هذا الشهر في 50 جريمة ان فيها السوري، 30 جريمة ان فيها مصري، 20، ليش ما بتحددوا هذا؟ بحق لكم تقولوا هيك. كل الدول بيعملوا هيك. نعم، بس خلينا نسمع جواب. نحن اذا بنشوف البلاغات بنحدد الجنسيات الضحية وجنسيات الفاعل، وكل الاشخاص اللي مهتمين فيهم يعملوا العملية الكالتيل، يعني سهلة منها صعبة. هلا يعني نحن بس اخر شيء بدنا نشوف، اول شيء ما نركز كسوري، هي مجموعة كبيرة ككوميونيتي، اي كوميونيتي موجودة بهالكمية بهالمشاكل اللي عندها ممكن تأثر، بس ما يعني لازم نبتعد جدا عن العنصرية تجاه اي فئة معينة، انه هذا الشيء بيؤدي للحقد والعمى وتؤدي لمشاكل اكبر. نعم. اي جهة او اي جنسية جاي على اي بلد بهالطريقة أكيد في عندها انعكاسات سلبية على البلد. نعم، سؤال. أنا خذها بهذا المبدأ. نعم. بس عميد بدون، بس عميد حتى نستفيد من حضرتك اليوم، اذا بتلاقي مثلا شي جنسيه عامله جرائم زياده عن اللزوم مثلا باي دوله عربيه، بتلاقيهم كلهم برحلون، بحطوهم بهالطيارات وبرحلون. نحن ليش نحن ما عم بتصير هذه المساله؟
وبدغري بالسياسه بالسياسه ولا عند الكلام هذا الشيء انت بتعرف هذا الشيء امور سياسيه والى علاقه كمان بقضايا بقضايا متعلقه ببعض المعاهدات الدوليه وغيرها من الامور، ولكن لا يعود لقوى الامن الداخلي لهذا منه قرار يعود لنا. نحن عندنا على الارض اكيد لازم يكون في حلول سياسيه وغيرها من الامور، بس نحن كجهه امنيه نحن عم نطبق عم نلاحق المجرمين، عم نلاحق المشتبه فيهم، عم نوقفهم وعم نطبق القوانين. هلا بتسالني بالسجن الرومي او بالسجون تقريبا في كجنسيه سوريه تقريبا 30 31 32% بلس او تقريبا هذا العدد. بس سؤال يعني عم ينقال نحن بنعرف الاعداد من خلال الجرائم اللي مبلغ عنها لقوى الامن الداخلي، يعني الاعداد بتكون يمكن اكثر بكثير. لا ما فينا نقول هيك، لانه اذا بنلاحظ مثلا نعطيك مثلا سرقة السيارة ما في حدا ما بده يتشكر. تقولي لي مثلا نشل، ممكن اذا حدا نشل لك الجزدان او حضرتك تعرضتي كمان كنت ضحية نشل بعتقد. اذا ما في ممكن اموال او ما في مستندات رسمية ما بتشكي، بس ما عم بفترض انا، ولكن عم بعطي مثلا سرقة السيارة او سلب السيارة هودي مثلا واضحة جدا. عم نحكي بثلاث اشهر نازلة 28%، هذا الشخص 100% بده يقدم شكوى. يعني ناشل ممكن، ولكن الاعداد بشكل عام يعني في ضبط. هلا بتقول لي مثلا انت عم بذكر هالشيء مثلا القتل طالع بهالثلاث اشهر، جرائم القتل طلعت بهيدي الثلاث اشهر، ولكن نحن بعدنا باول يعني باول سنه، يعني بعدنا بهيدي المرحله ونرجع بنقدر نضبطها. وعادة الجرائم عم تكون نتيجه اشكالات فوريه ثأريه خطفت على ارض، معظمها متأتي عن الجهل. يعني السرقة مثل صارت بالأشرفية قليلة، يعني جريمة نتيجة نتيجة بسبب السرقة لبنان يعني منخفضة جدا بعكس دول حتى متقدمة. حتى نسبة الجريمة عنا عم نقدر نحن بعد ما عم نضبطها أفضل من دول يعني متقدمة متطورة وضع الاقتصادي ممتاز. يعني ما في ارتباط بين ضعف قدرة الأجهزة الأمنية وانتشار الجرائم. لك انا بشوف دور المواطن اللبناني اساسي بهذا الموضوع، وارتباطه ومسؤوليته كثير اساسيه انه يبلغ ما يترد. يعني هذا الشيء بيساعدنا انه اي شيء بيشتبه فيه يعني احنا عم نساعد مع الناس، يعني الناس دورهم اساسي. يعني ما فينا نشيل مسؤوليه المواطنين بهذا الاطار، وبالتالي هذا الشيء نحن عم ننجح مع الناس انه نضبط الجريمه، وعي المواطنين، الاتصال دائما بقوى الامن الداخلي عند الشك باي معلومه، عند التعرض لاي يكون ضحيه لازم يبلغ. لو كانت الخساره كانت صغيره لا نقدر نحن يكون عندنا داتا معلومات نقدر على اساسها نحلل المعلومات ونتصرف ونتحرك. هذا الشيء كثير ساعد، يعني الوعي لدى الناس والمسؤوليه لدى الناس بهيدي المرحله خاصه. الله يساعد الناس، يعني ان شاء الله بيكون عندنا حلقه نحن وياك حضره العميد. وصلنا لهيدي النتيجه اللي عم ننجح بهالازمه الصعبه، عم ننجح انه نضبط الجريمه. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك رئيس شعبة العلاقات العامة بمديرية قوى الأمن الداخلي، على أمل يكون عندنا حلقات عن المطيات اللي على السوق. اليوم بدنا نحكي بس عن الجريمة. النقيب مارون الخولي اليوم يعني غياب العدالة والأمن وانعدام العدالة الاجتماعية بالتزامن مع الضغوط النفسية نتيجة الوضع يعني اليوم المالي والاقتصادي، كلها عوامل بتؤدي إلى عدم الراحة النفسية ولبد التراكم النفسي الصعب تؤدي إلى العنف فيما بعد والجريمة. بتوافق على هالكلام؟ أكيد أكيد أكيد. الجريمة اليوم أي جريمة اليوم تطلع من بيئة مضطربة، يعني بيئة مضطربة نفسيا واجتماعيا، فبطبيعة الحال نحن معرضين. مشان هيك نحن عم نقول نحن مش عايشين، نحن يعني مسألة العنصرية، بس أنا هون بدي ركز العميد، مش مسألة عنصرية يا عم. العنصرية إذا كان في عنا جاليات، نحن عنا شعب عم نستبدل شعب بشعب آخر، نحن عنا شعب كامل في لبنان، وبالتالي مش قصة عنصرية، في شعب عم بيستبدلوه فينا، ومش بس هيك شعب يعني شعب جزء منه عنيف ضدنا، شعب حقيقة اليوم إذا بدنا نحكي موضوع الجرائم ضروري كمان نسلط الضوء على تفضل يعني كل الجرائم اليوم. طيب اليوم طيب انت سمعتي لك شي لبنان اليوم بطعم لحم كلاب ولحم بسينات
طلع السوري. سمعتيك شيون لبناني بيذبح حمير وبيطعمه؟ بتحكي بناء على احصاءات؟ اكيد اكيد احصاءات على ارقام. ارقام واحصاءات ما فينا نطلع. لا 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 لا, لا. انا رجل مسؤول وعم بحكي بمسؤوليه, بس بدنا نزيح العنصريه بشرفكم. ما بقى حدا نجيب سيره العنصريه, يعني بهالعنصريه دمرنا حقيقه. اليوم كلنا معرضين. امبارح اليوم مساله الخطف اليوم صارت لمنسق القوات اللبنانيه اليوم المسؤول بجبال. شو صار معه امبارح وشو بقى تبين بعدنا قبل نفوت على الاستوديو انه حاطين سوريين اشتركوا بالعملية. يا عمي عم نيجي نقول امبارح شو صار كمان بتكسير التماثيل. اليوم تماثيل وتشويه التماثيل كمان عم يخلقوا نعرات طائفية بمسألة الارهاب. يا عمي عندنا قوانين وقلة الترحيل. الدولة اللبنانية دولتك مش عم بتطبق القوانين, شو بنعمل؟ دولتي متواطئة ودولتي ستحاكم. يعني كل اليوم الرجالات اليوم ما عم بيقوم ما عم بنفذ القانون. انا بدي اسال انه اذا في اتفاقيه بينه وبين السوريين, اتفاقيه ترحيل المجرمين, اقل شيء اقل الايمان يا خيي هيدا مجرم رحله. انت مين خايف؟ طب معلش الدوله متواطئه, بس اليوم الدركه الموجود على تقاطع الطرقات, يعني الدوله بتقول له ما توقف الموتوسيكل اللي فيه 4-5 عليه. اكيد اكيد الدوله بتقول له. اكيد 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 هذا لانه ما في سياسه اليوم, ما في سياسه رادعه. لانه ما في سياسه رادعه اليوم عم نشهد هذه كل الجرائم. مشان هيك ما في هيبه. لو في هيبه هيدا النازح خي, ما هيدا النازح اذا مزبوط نازح يعني هربان من العنف. اذا مزبوط هربان من العنف مش هو بيجي بيعمل عنف. طب الدولة اللبنانية هي بتقدر تغير ولا هي تحت سيطرة المجتمع الدولي بموضوع النازحين؟ الدولة اللبنانية جزء منها عميل للمجتمع الغربي. نعم. عميل يعني اليوم هي من الاخر اليوم يعني اليوم مشكلتك اليوم انه عندك مجموعه من المسؤولين في لبنان بهمهم كثير العلاقات الدوليه وعلى العلاقات الاوروبيه, ولو على حساب بلدهم ولو على حساب ابن بلدهم. وبالتالي اليوم اللي عم نشوف اليوم عم نلاقي خطابين ضروري نركز هيدي النقطه. ست نواج, شو يعني خطابين؟ بتلاقيه بيطلع المسؤول بيتوش لك راسك بيحكي عن النزوح اكثر منا, بصير بتزايد اكثر منا. هلا بيستغلوا الجرائم, ما بياخذ ولا قرار. هلا عم بيستغلوا الجرائم لحتى كمان بيعملوا بيانات. بس عملي بالارض ما في شيء. على الارض ما في شيء. انت عم تحكي حتى الجرائم يا عمي, عم نحكي بقصه الجرائم يا عمي. جرائم حتى بالقياده, يعني اليوم نحن عندنا قنابل بالسوق. وانت عم تحكي قصه الموتويات, طب يخيو طب يركب 3 و4 و5 على موتو واحد, اذا لا سمح الله فات فيهم واحد لبناني هذا بده يتكفل يدفع على 5 جنيه غير. طب على مرأة القوى الأمنية يعني اليوم بالضبط. وما في هيبة, ما في قرار. لو في قرار كانت كل هذه المسألة هاي على إيه كانت الجريمة خفت. من هون بيتحملوا مسؤولية. يعني مشكلتنا نحن اليوم انه المسؤول يطلع اليوم حيلا واحد حيلا مسؤول اليوم يقول اللي بده يسرق, مش انه بدنا نكسر له ايده, بدنا نلقطه ونكبه ببلده, بيلقطوه بيحطوه بالجيب بحطوه على الحدود. بس السؤال الأكبر, ليش مسؤولينا اللبنانيين تركين هالنزوع السوري يتغلغل هالقد بمناطقنا؟ خلينا نشوف اختصاصية المعالجة النفسية كيتي أثناسيادس. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يعطيك العافية. هل تفشي الجريمة اليوم؟ يعني اليوم القوى الأمنية عم تقول لا في تراجع ببعض الجرائم وفي تقدم بالجرائم. هل تفشي الجريمة بسبب الجوع والفقر والبطالة؟ يعني هل الأزمة الاقتصادية هي اللي ساهمت اليوم بتدهور يعني الوضع الأمني؟ أكيد هيدا شيء كتير أساسي. أول شيء في شغلة كمان عم بتبه أنه مش عم بتنوهوا عنها, هي كمان التحرش الجنسي من بعد القتل. يعني هول اشياء كتير ما بحياتنا صاروا بلبنان. نعم. والفلتين الامن اللي عم بيصير اكيد مش عم بيحصرهم لهاللاجئين بمنطقه واحده, وعلى هالاساس عم بيتفلتوا وعم بيعملوا اللي بدهم اياه. ما في ضبط على تصرفاتهم, ما في ضبط على تحركاتهم, وما في معلومات كافيه على ضبط الحدود وضبط الاشخاص يلي موجوده يعني بتتحرك بيناتنا اذا بدك. نعم. هل العنف الأسري يؤدي إلى الجريمة أيضا؟ في عنا كتير أسباب لحقلك إياها شوي لحتى تقدري يكون عندهم نعم. فكرة. أول شيء في عنا السلوك الإجرامي هي أول الظروف الاجتماعية والعائلية من الفقر والطمع, عدم الحصول على التعليم, البطالة, عدم المساواة الاقتصادية يلي بتخلي الفرد يتجه نحو هالأنشطة الإجرامية كوسيلة للبقاء والتكيف, وهذا ناتج عن عدم القدرة على قبول الواقع تبعه الجديد وعدم القدرة على التأقلم والاندماج.
كمان عندنا القضايا النفسية مثل الاضطرابات الصحية والعقلية يعني اللي هي personality disorders أو التروما، كمان بتأثر على السلوك اللي بيزيد عنده على الاجرام يعني إذا ضلت بدون علاج. عندنا التأثيرات البيئية بتولد عند الشخص وقت يكبر بتولد عند الشخص بالأحرى وقت يكبر بالأحياء يلي بترتفع فيها معدلات الجريمة، مثل إذا عايشوا حالة حرب، تهجروا، قتلوا، حملوا سلاح، حتى الخناجر والسكاكين. عندنا تعرض الأسري للعنف، ممكن يكون من الأهل، من الإخوة أو من البيئة الحاضنة. في كمان تعاطي المخدرات يلي بتعاطى مخدرات احنا بنعرف كثير منيح إنه ما عنده حدود لشيء، يعني ممكن يقتل حي للشخص حتى أقرب الأشخاص منه. السوشيال ميديا مثلا قديش يعني بيخلق هاجس سلبي للأشخاص اللي هني تحت خط الفقر؟ ما سمعت أول السؤال. السوشيال ميديا كمان ما بيطور العنف عند بعض الأشخاص اللي هني تحت خط الفقر واللي عايشين عنف أسري؟ ميديا بتأثر، وفي كمان الضغط من المجموعات أو من الأفراد اللي هني عم بينتموا إلى أو سياسيا أو بالمجتمعات اللي عم بيعيشوا من خلالها، وهيدي بتربي عندهم كره وغير أشياء كمان. نعم، على كل حال اليوم الوضع النفسي كمان بيأثر بانتشار الجريمة. مش كل إنسان لو كان فقير هو بيقتل، مش كل إنسان إذا فقير بيسرق، مش كل إنسان إذا عايش بوضع يعني غير سليم هو يؤدي إلى أنه يرتكب جريمة، مش هيك باختصار؟ بتأثر كتير من خلال كيف تعلم، كيف ربي بحياته، الأهل شو عطوه، لأنه في أشخاص شو بعاني من أساس. نعم، في أشخاص عندها من نفس حتى لو فقرة، يعني بدنا نركز على موضوع الثقافة. نعم، الثقافة على كل حال الثقافة هي بالمدارس وبالعلم. أنا بدي أشكرك المعالجة النفسية كيتي أثناسيادس. اليوم شو دور الاعتكاف القضائي اليوم؟ يعني عدم المحاسبة، ما فيهم يحجزوه، بيطلع بقلك برتكب جريمة بقعد 3 أشهر وبرجع بطلع، مش هيك؟ لا، أكتر من هيك، أكتر من هيك، إنه بنلاقي اليوم في مجموعات أو جمعيات اليوم إذا مجرم ارتكب جريمة، إن كان سرقة أو جنحة أو غيرك، بتلاقينه نطوا محامين 2-3 راحوا على المغفر، وقت اللبناني ما بيلاقي مين يوقف حده محامي، بتلاقيهم واقفين محامين وبصير يقولوا لك بالمغفر إنه حقوق الإنسان وحقوق اللاجئ وحقوق إنه ما فينا نوقفه وما فينا كذا. فعمليا نحن في تواطؤ، كنا عم تحكي بموضوع التواطؤ، تواطؤ إن كان على مستوى الجمع، في كتير NGO متواطئين كرمال حفنة من الدولارات، مثل باقي المسؤولين متواطئين. وبالتالي اليوم كمان عندك الاقتزاز، يعني اليوم إذا بتيجي وتوقفي اليوم اتهمتي واحد بالسرقة، ما في مطرة تتحطيه، ما مش هيك، ما عنا مشكل، عنا مشكل يا عمي. يعني النزوح السوري زاد آلاف من الموقفين اليوم في السجون اللبنانية، وبالتالي عمل اقتزاز غير مقبول، عم نحكي باقتزاز صار ب300%، ما في مطرح، مش هيك ما بعود يوقفون، وهذا اللي ما بوقفوا، إذا وقفتي أو ما وقفتي عندك نفس المشكلة. وبالتالي اليوم العلاج شو؟ العلاج اليوم على القليلة على هذا المستوى، أول شغلة نعملها على مستوى، يلا نبلش بالعلاج. شو معنى كمان على الخط مباشرة جوزيف صليبا رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستخدام؟ تفضل. أول شيء نعمل داتا، نعمل داتا مين عم توجه لمين ومن مين؟ من الدولة. للدولة الدولة الدولة بدها تحمل مسؤولية الدولة. رئيس الحكومة الداتا اليوم، معني اليوم رئيس الحكومة اليوم من بعد التعميم طلع، من بعد من سنة اشتغلنا نحن وياه، معني اليوم يطلع يقول نحن عنا 2.5 مليون سوري، 3 ملايين، 5 ملايين، هلا متفقين على 1.6 مليون. لا لا لا، شي بيقول 3 ملايين، شي بيقول 2 مليون، شي 1.6 مليون. لا لا، 2.1 مليون. هيدا أرقام الأمن العام، حتى ما لنا شو اسمه، هيدي الأرقام بس منهم مش مسجلين. يعني أنا شخصيا التقيت بعشرة لهلا مش مسجلين ومنهم على الأمن العام وما حدا بيعرف فيه، وما حدا بيعرف فيه. نحكي الأرقام معروفة، 1.1 مليون، بوقت أنه الشعب اللبناني بس تيعفوا، الشعب اللبناني 4.2 مليون، يعني عم نحكي على نص الشعب اللبناني بالضبط المسجل، غير المسجل. طيب المرتكب اليوم دغري بفروض يترحل دغري، عم نحكي على هيدا. يعني عمل داتا للكل، يعني عمل احصاء، والاحصاء كتير بسيط، ما بقى حدا بقى يتكل على التاني، البلديات معنية، الداخلية معنية، كله معني، الحكومة معني، ما بقى حدا ينام. ما بدنا داتا المفاوضية، ما مش بحاجة احنا داتا المفاوضية، بس ما عملوا ما بينعمل ليحصلوا على اخذوا وبعد هلا ما طلعت. عنا اتصال وبعدين رح ينضم لنا رئيس نقابة اصحاب مكاتب استخدام العاملات بالخدمة المنزلية جوزيف صليبا. اتصال مين معي؟ ألو. طيب جوزيف صليبا أهلا وسهلا فيك.
بونجور، كيفك؟ يعطيك العافية لإلك ولضيفك. أهلا وسهلا. في اليوم في مكاتب نروح لعندهم ونستقدم عاملات من عندهم، هي مكاتب غير شرعية بتوظف سورية وغير سورية، مين نحن يعني مع مين عم نتعاطى لحتى ندخل ناس غرباء على بيوتنا يقتلونا يشرشحونا؟ مش هيك عم بتصير جريمة الأشرفية؟ شو عم بيصير بالواقع على الأرض؟ اللي عم بيصير اولا تسميه انه هو المكاتب، هو منه المكاتب، هو شو هول الاشخاص سماسرة وبيوهموا اللبناني انه نحن مكتب. وبعد ما زين عم نحكي على الموضوع السوري، لا نحن عم نحكي اليوم عن السوري وعن اللبناني كمان عم بيكون شريك بانه يضر باخو بخيه اللبناني، والمسؤوليه كمان على العائلات يلي عم تقبل انه تفوت هيدي النوعيه من العمالة الغير شرعيه على بيوتها، ان كان سوريين ولا غير سوريين. نحن عم نحكي كمان عن جنسيات تانية، انا ما عم بحكي حصرا اليوم عن السوريين. وحده من تداعيات هيدا الموضوع صار يوم الاشرفيه، ولكن في كميه هائله من الجرائم اللي عم بتصير، واهم السرقه من وراء العمالة الغير شرعيه اللي عم بتفوت العامله الاجنبيه على البيت، عم تعمل سكانينج للبيت بالكامل، عم تعرف كل خبايا الناس. ونحن كلنا بنعرف اليوم اللبناني مصريات وصارت بالبيوت لانه موضوع المصارف كلنا بنعرفه. من هون الخلايا عم بتكون حاضره برا بانه على تواصل مع هالعامله جوا، بس يتفقوا على ساعه السفر عم توقع الجريمه، بصير في سرقه، بصير في مواضيع ما كان اللبناني عمل لها حساب، مفتكر انه هو عم بوفر على حاله لانه عرف يغشه بطريقه السوشيال ميديا ولا بالمسج انه نحن بنجيب لك باجر اقل من اللي معروف المكاتب المرخصه والمنتسبه للنقابه اللي عم تشتغل بخوف الله. هذا الموضوع صار خطر جدا، مشان هيك نحن عم نسعى عبر وزاره العمل يلي عم بتجرب تعمل المستحيل عبر العدد القليل من المفتشين انه يقدروا يعرفوا هيدي الناس وين عم تتشغل، باي مؤسسات، في شركات، حتى شركات تنظيفات اليوم كمان عم بتكون مساهمه بتشغيل هيدي الموظفين. فيه عم بيكونوا لبنانيين او معظمهم سوريين؟ لا المعظم اللي عم بيكونوا هن من السوريين ومن جنسيات تانية افريقيه واسيويه عم بتكون حاضره يفوتون على البيوت. ما كل الناس اليوم بتشغل بالعمالة المنزليه سوريات، ولكن عم بيفوتوا من مدخل تاني عبر اجنبيه وبيبعثوا لك صوره وبقول لك وراقه معمولين وكذب ونفاع على الناس، والعالم عم بتفوت بالحيطان بشكل مخيف. في كثير على السوشيال ميديا والتيك توك ناس عم تطلع تبكي. حول جريمه الاشرفيه، باردون، بس حول جريمه الاشرفيه، يعني مين المكتب اللي وظف ال شفنا كونترا او الشركه او السمسار اللي وظف مؤسسه اسمها تي اس؟ او انا كنت مسافر، اول ما عرفنا الاسم شيخنا على الاسم عنا على السيستم، ما في شيء اسمه تي اس. نعم. ولليوم ما قدرنا نكتشف هيدي الشركه وينيه، واذا توقف صاحبها وين هو صاحبها اللي وهم الناس وباعت وصولات انه هو مؤسسه وعامل عقد كذب ونفاق، حرفيه عاليه. والناس برجع بذكر بالثواب، انتم ما تشكيتوا عليك انا أبي. يعني عقد الخدمه اللي ابرمه مع المكتب المشغل بتاريخ 16 مارس ولغايه 15 نيسان، صح؟ المفروض هن تشكوا عليك. نحن قلنا كنقابه، نحن قلنا على المؤسسات المرخصه الموجوده بوزاره العمل اي خطا بيصير من قبلها نحن بنخبر وزاره العمل، لانه هي الوزاره الوصيه على مكاتبنا. هذا شغل الدوله اليوم تعرف مين صاحب هالمؤسسة وغيرها بكميات مخيفة، ونحن عم نبلغ فيها الأمن العام اللبناني ووزارة العمل على المؤسسات عم توهم وتنصر على الناس على عينك يا تاجر اللبناني. بده ينتبه، ما بقى فينا نستهون بموضوع إدخال عمالة غير شرعية على بيوتنا. الموضوع صار فيه خطر، بطل بس موضوع قصة إنه أنا عم وفر على حالي، طلع بكرة شو ممكن يصير معك. نعم. أنا بدي أشكرك، أهلا وسهلا فيك اليوم رئيس نقابة أصحاب مكاتب استخدام العاملات بالخدمة المنزلية جوزيف صليبة، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. أنا بدي رد على سؤالك، كنا عم نحكي عن موضوع القضاء. موضوع القضاء، موضوع السجون. طيب اليوم كنا عم نحكي على قصة 300,000 على الرسم. طيب أنت بتعرف أنه السوري اليوم بياخد، العمال السوري بتاخد 40 دولار بالنهار، بين 30 وال 40 دولار، معقولة أنا دفعها بكل سنة 3 دولار وهي بتاخد بالنهار واحد 40 دولار؟ يعني طيب هالمصاري اليوم إذا جينا حطينا اليوم ونظمنا بكل البلدان العالم عم توصل الرسوم ل 10,000 دولار، توصل الرسوم بلك بأفريقيا الرسوم 10,000 دولار على الإقامة. طيب إذا جينا نحن اليوم نظمنا موضوع الإقامة وحطينا بدل ما نحط على السوري 3 دولار كل السنة، خلينا نحط على السوري، وهون مشان هيك هون بين علامة استفهام هون لوزارة المالية، علامة استفهام لوزارة الداخلية، علامة استفهام للحكومة اللبنانية، إنه ليش اليوم الرسوم على السوري ما بتكون على القليلة تكون 1000 دولار مثله مثل أقل لبناني تندفع رسومها؟ هيدي الرسوم ال 1000 دولار وين بتروح؟
بتروح هيدي لتقويه جهاز الامن، بتروح لتنشيط شو اسمه القضاء، بتروح لمسائل الى خصها هن السوريين، للبنيه التحتيه هن السوريين عم بيصرفوها. معك خبر انه 80% من الشكاوى اليوم العدليات كلها غرقانه بالشكاوى بين سوري وسوري، يعني ما بيصير بين سوري وسوري. مفروض اليوم كمان الرسوم بين سوري وسوري اليوم تكون رسوم مضاعفه 3 مرات و4 مرات، لانه نحن اليوم وقت انا اليوم خصصت هذا القاضي اليوم وعم بدفع ضريبتي ليجي يدافع عن قضاياني كلبناني، مش عم بدفع عنه تيجي. طب مش كله متواطئ؟ اكيد كله متواطئ. يعني اليوم انه دوله مش عم تتحرك، اعداد عم تكتر، ما عندها داتا، جرائم عم تكبر، ما في خطه لتنظيم الوجود نزوح، ما في قرار خطه، ما بده شيء. ليك لقلك ست نوال، هيدي كل هيدي المشكله اللي معنيشة نحن وكل هالضحايا اللي عم تنزل للبنانيين، يعني اللبنانيين بس بده يعرفوا، هن بيعرفوا انه 53 مليار دولار اليوم صرفون على النزوح السوري. يعني اليوم وقت انت بتيجي كلبنانيه بتقولي انا مصرياتي وين راحت، الدوله اللبنانيه صرفت من 72 مليار، هيدي الفجوه الماليه صرفت منها 57 مليار دولار على النزوح السوري، صرفوا 10 مليار دولار دعم اكلوا النزوح السوري. يعني نحن هذا التواطؤ، هذا التواطؤ بده ينوضع له حد، هذا الخنوع للغرب بده ينوضع له حد. اليوم او بدك تكون لبناني لبناني طب كيف، او يا خيي اترك وروح الضبضب، بدك تعيش باوروبا روح عيش باوروبا، بدك تعيش مطرح ما بدك عيش. واليوم اللي عم يحكيكي بحقوق الانسان، اي دوله اليوم واي سفير بيحكيني بحقوق الانسان، اذا هو بحبه للسوري يتفضل ياخده، ما بقى حدا يحكيني بحقوق الانسان. ما في دوله في العالم، ما في دوله في العالم عندها نص شعبها نازح، أضخم نزوح في العالم بيجي 1%، وتصير 1% بيضو بيعملوا ألورت، بيضو بيعملوا إشارات أنه نحن وضعنا كتير خطر. وبالتالي نحن فيتين بمتاهة، متاهة التواطؤ ومتاهة العمال اليوم لمسؤولينا. طب كيف بتكون تواجهوا؟ كيف يعني اللبنانيين عم بيوصفوا عمال؟ لقلك مثلا في شركة تعاملت يعني مواطنة عم تبعت لي، في تعاملت مع شركة قال ما بدي أنا أجيب غرباء، بدي شغل أبناء بلدي. إجا تعاملت مع الشركة، إجا هو لبناني، لما وإجا وقت الشغل بعت لسوريا عم يشتغلوا معه. هذا متواطئ، ما هذه مشكلة. بس خلينا ناخد من الكبير، نترك الناس بعدين لاحقين على الناس، ناخد المشكلة الكبير راس اليوم. هل في قرار اليوم بإنقاذ لبنان من هذا الاحتلال؟ هل في قرار؟ انت شفت المسؤولين في قرار ولا؟ انا شفت كل المسؤولين. ايه شو طلع معك بالاخير؟ كل المسؤولين، خدي كلام قد ما بدك، ايه وخدي خطط قد ما بدك، ولكن على الارض ما في ولا قرار. وكلهم انا عم بقول لك كلهم بيحكونا خطبان، يعني بيجي الغرب مش الكرة بمجلس النواب؟ بمجلس النواب نحن عم نقرأ قانون هلا، اتمنى اتمنى اليوم القانون اليوم صار وانا بعد هيدي الجريمة اليوم خاصة من الاستاذ جورج عدوان، اتمنى عليه الاستاذ جورج عدوان اليوم. نحن كان في 3 قوانين تقدمت وصارت اندمجت بقانون واحد، في قانون عملناه واشتغلنا عليه اسمه تنظيم إقامة السوريين في لبنان وترحيلهم. هذا القانون في حال صدر حقيقة بيكون نحن فتنا بالخطة الحقيقية، تبعت كيف، ورسمنا خط واضح باتجاه ترحيل السوريين، بيكون طلعت الخطة من المجلس النيابي بشكل قانون، بيكون خلصنا من هذه المسألة. شكرا لك. اليوم ضيفنا المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي. قبل ما يخلص الوقت بدنا لحظة، بدك تسمحينا ست نوال، حقيقة نحن دائما بنقول أنا بدي أسمح لنفسي أنه اليوم نقول لك شكرا على الهوى، لأن حقيقة نضالك المستمر يعني بدي اسمح لنفسي معلش ولو كان خارج اطار الحلقه، لانه قدام مشاهدينك والفانز تبعك. شكرا عن جد، شكرا، ميرسي، شكرا لك، ميرسي. الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان اليوم، تحيه وفاء وتقدير الى الاعلاميه نوال يشا عبود من الرئيس مارون الخولي. شكرا لك. شكرا لك حقيقه، اليوم كل اللبنانيين مدينين لك بهيدي الفقره، وعن جد انت صوت الشعب صوت الناس. شكرا لك، بهنيك من كل قلبي. شكرا لك مارون، شكرا للأصدقاء المشاهدين والمستمعين، إلى الملتقى بكرة مع حلقة جديدة، ودايما عبر صوت لبنان.